الخير عليكم مشاهدينا وين ما كنتوا، وحياكم الله معنا في برنامجنا اليومي شاي ضحى اللي دائما حارص نقدم لكم فقرات وضيوف مميزين من خلال اطلاله صباحيه نطل فيها عليكم من خلال شاشه تلفزيون الكويت. وحياكم الله معنا بعد ما صبحت عليكم، اصبح على زميلتي الغاليه اسماء. يا صباح الخير يا اسماء. صباح النور افتخار، واكيد نصبح على الساده المشاهدين في حلقه جديده من برنامجكم شاي ضحى. ان شاء الله اليوم راح تكون عندنا كثير من المواضيع، يعني دائما افتخار بكثر ما نقدر ان احنا ننوع في مواضيعنا، تكون مواضيع هادفة توصل لجميع المشاهدين وكل الشرائح بالمجتمع. يمكن أولى مواضيعنا اللي حابين نحن شوية نسلط الضوء عليه، لأن بالفترة الأخيرة يعني احنا عارفين أن كثير من الأشخاص ما يقدرون يسافرون بسبب ظروف كوفيد-19، فودنا نتكلم عن العاملات اللي يشتغلون معنا بالبيت، يعني يمكن يتعرضون لكثير من الضغوطات النفسية، خصوصا ان هم ما يقدرون يسافرون، يعني فقط الاتصال هو اللي يكون خلينا نقول الشيء اللي يمكن يوصلهم حق اهلهم. فعلا يا اسماء، لذلك مشاهدينا حسن المعاملة هو بوابة الدخول الى الاخرين، وما شيء هذا نختلف عليه. التعامل قد يكون هناك تعامل سلبي ونقول تعامل صعب مع الاخرين، ولكن هناك تعامل ايجابي وسهل يصير التعامل من بعده بداية العلاقة الودية والحب. أسماء، يمكن العمالة المنزلية أو المساعدة المنزلية جدا مهمة، تعودنا عليها في حكم حياتنا وظروف عملنا متواجدة. هذه الفئة جاية من دول غير، لها ثقافة مختلفة ولها أفكار ومعتقدات مختلفة ولها أيضا ديانة مختلفة، قد يمرون في ضغوط نفسية خصوصا مثل ما تفضلتي في ظل أزمة كوفيد-19، البعد عن الأهل، انتشار الوباء، كل هذا يأثر وبالتالي ينعكس في تعامله علينا وعلى عيالنا وحتى على البيت. شوفي افتخار، يعني انا دائما اشوف بان فعلا دائما الانسان كثر ما يقدر يحسن المعامله. صحيح. مع اي شخص يتعامل معه، ولا فلما بالك اذا كانوا هم العاملات اللي يشتغلون معنا في البيت، يعني هم يتعرضون لضغوط نفسيه، يمكن تكون مسؤوليه شويه كبيره عليهم نوعا ما، في بعض السيدات يعني طبيعه عملهم مثلا تاخذ وقت، فيصير ان في ضغط نفسي بعد. صح. اذا كان في اطفال صغار يزيد عليهم هذا الضغط، فانا اتمنى من السيدات ان لا يصير الاعتماد 100% عليها بالبيت، يعني لازم تتقسم المهام. بالنهايه التربيه هي مسؤوليه الوالدين، مو مسؤوليه العاملات في البيت، هي مسؤوليتها ان هي تهتم بنظافه البيت، ترتيبه، حتى بالنسبه لترتيب البيت لازم يكون في اشراف عليهم في هذه العملية علشان يخف هذا الضغط وأيضا التوتر اللي ممكن يصير معاهم. لازم نراعي أيضا أنه إذا في تعب، حسينا أنه فيهم علامات من المرض. صح. أي شيء خلينا نقول يطري عليهم، مو بس أنه خلاص أخذي لك مسكن، لا، لازم نعرف شنو هي الشكوى، لازم نعرف شنو هو الموضوع اللي حسس الإنسان هذا أنه هو تعبان، لأن مرات هم يكبتون ترى داخلهم. صح. التعب وحتى بالنسبة للمرض، لأنه ما يشوفون في تجاوب معاهم. يعني الإنسان يتعب ترى، يمرض، يكون يوم معصب، يكون يوم متنرفز، وهم بعد نفسنا يمكن يكون في خلاف بينها وبين أهلها مثلا. صحيح. بالتليفون، فيكون هذا الشيء لازم في تفهم من قبل خلينا نقول الأشخاص اللي تشتغل عندهم. فعلا مشاهدينا النفس البشرية لها آفاق، قد تكون متعرضة إلى ضغط نفسي، وقد تكون هناك يعني أيام مستانسة فرحانة، لكن الراحة مطلوبة. العمل المنزلية أو المساعدة المنزلية لها يوم ترتاح فيه. دائما نحط نفسنا في مكانهم يا أسماء، يعني نتعرض حق ضغط دوام، نتعرض حق ضغوط خارجية، بالتالي نبي ننعزل، نبي نقعد بروحنا، نبي نرتاح. يعني حتى بيتك إذا بتنظفينه، إذا كنتي مضغوطة تقولين خلي ولي ماني منظفة اليوم. العمل المنزلية تحتاج هذه المساحة من الراحة، تحتاج نقول الطبطبة، الكلمة الحلوة، الابتسامة اللي هي بوابة الدخول نقول إلى إذابة الخلافات بين الناس. نعم، واقتراحي أنا يعني حق السيدات في البيت أنه دائما تخلي في وقت معين، يعني وقت النوم مثلا الساعة 9 خلاص يخلص الشغل، لازم في بريك بين فترة الصبح والظهر، لازم ترى هذا البريك، لأن الإنسان ما يقدر يشتغل بشكل مستمر. يعني إحنا دوامنا الرسمي 7-8 ساعات، شلون هم يشتغلون طول اليوم؟ هذا غلط أصلا. يعني لازم نراعي بهالموضوع هذا أكثر، لأن هم في البيت قاعدين يشتغلون. بالنهاية هم هذا بالنسبة لهم عمل، حتى لو هم حسوا بالألفة داخل البيت مرتاحين له، أيضا الإنسان يبي يريح مرات، يبي يقعد، وما لازم وقت لهم. اسمع، أفتح مساحة حوارية بينه وبينها. طبعا شلون الأوضاع هنا عندكم؟ كورونا، شنو الالتزامات؟ علميهم، كونا احنا نقول بلد لله الحمد مثقف ومطلع، بعد علموا البعض جايين من بيئات يعني نائيه او من مناطق نائيه مشاهدينا، فالمساحه الحواريه وقرب المشاعر
ترى تأثر وايد بالنهاية، ترى مردودها علينا وعلى عيالنا. بالنسبة لي تدرين حتى بالنسبة لمواضيع التغذية، النظافة، حتى بالنسبة للمرض، شرح بعض المفاهيم ترى عادي عندي بالنسبة لي أنا أشرحها عشان يصير عندهم وعي وثقافة. بالعكس أصلا لما يصير في وعي وثقافة ينعكس عليكم بالبيت على الأطفال، هم يعرفون شلون يتعاملون مع بعض الأمور، حتى الإسعافات الأولية لازم يعرفون كل شيء، لأن هم لما يمسكون البيت بعدم وجود الوالدين مثلا لظروف العمل أكيد غيره ممكن يخففون طلعاتهم، خصوصا إذا كان في أطفال صغار. هذا الشيء راح يفيدهم ويفيد خلينا نقول الأسرة كلها، علشان كذي احنا حبينا افتخار نتكلم في هذا الموضوع لأنه موضوع وايد مهم فعلا. وما ننسى مشاهدينا كل راع مسؤول عن رعيته. نشوف معاكم فقرات وضيوف حلقتنا اليوم ونبتدي حلقتنا إن شاء الله. ضيفتنا القادمة الدكتورة عبير الغربلي، استشاري أمراض باطنية وأمراض الكبد وزراعة الكبد. ضيفتنا القادمة فاطمة عبد الله الرويح، مستشار تربوي ومدرب معتمد في مهارات الأطفال ومديرة مركز. معاكم الأخصائية التغذية العلاجية هبة بن سلامة، وتابعونا في فقرتنا صحتك مع هبة. أحياناً نبحث عن السعادة في الخارج، وكثير من الأحيان إحنا نسافر ونعتقد أن السفر هو السعادة، ولكن نتجاهل أن السفر هو أن إحنا نسافر لمكان جديد مع شخصياتنا القديمة. لذلك إذا بتعدل شخصيتك وبتضبط حياتك الداخلية، لازم تعرف أن السفر الحقيقي هو السفر لأعماقك، لذاتك، لنفسك الحقيقية. عد لذاتك فتجد نفسك من جديد. إذن رجعنا معاكم مشاهدينا وراح نكمل وياكم مواضيعنا في شاي الضحى. في بداية الحلقة كنا نتكلم عن الثقافة والوعي وكيفية توعية الآخرين خصوصا عاملات المنزل. أيضا بالنسبة للتغذية، مواضيع التغذية خلينا نقول جدا مهمة، خصوصا لما الإنسان يحب أنه يطور من نفسه وحياته وأيضا صحته، وهذا كله راح ينعكس على أدائه في البيت وفي العمل وفي حياته حتى النفسية. كل هذا وأكثر إن شاء الله راح يكون مواضيع مختلفة عن التغذية مع أخصائية التغذية العلاجية هبة بن سلامة. تابعوها. صباح الخير أعزائي المشاهدين، وأهلا فيكم بفقرتنا صحتك مع هبة. اليوم راح نتكلم عن موضوع حلو مطلوب بالشتاء، اللي هو المشاريب الحارة وشون نشربها وشو اللي يفيدنا واللي ما يفيدنا. طبعا المشاريب الحارة اللي بنتكلم عن من القهاوي، الحليب مع القهوة، الكراميل والهبات، هذه كلها سعرات حارية عالية وما منها فايدة. ولكن لما نروح للمشاريب الحارة المفيدة اللي احنا متعودين عليها، منها شراب البابونج يعطي الريلاكس ويريح ويساعد على النوم اذا انتم تحبوا، اذا عندكم مشاكل بالسهر. وعندنا المشاريب الحارة اللي تساعد مناعتنا. طبعا اليوم راح اتكلم عن المشروب حار اللي يساعد ويقوي المناعة. طبعا حبيب الاخصائيين التغذية دائما الكركم. الكركم له فوائد كثيرة، منها محارب للسرطان، يقوي المناعة، منظف للكبد. طبعا الكركم إذا كان بودر
لا يفضل انه ينطبخ، يفضل ينحط فرش الاكل، ولكن بما ان احنا ماخذين فرش فماكو اي مشكله نحطه بالماء الحار ونطبخه، لان دائما الحراره مع الكركم يخفف من فعاليته. فراح نحط شرايح من الكركم، طب احنا مسخنين ماء حار عندنا، خل اقصصها اكثر عشان فائدتها تطلع اسرع، وراح تعطي لون قوي. هذا حبيبنا حبيب الاخصائي التغذيه. اي وراء الزنجبيل، الزنجبيل يدفي، يقوي الجسم، يقوي المناعه، وايد مفيد للجسم، ولكن اريد اقول حتى ينزل السكر، وايد طلعت دراسات انه ينزل السكر معنا بس مو بكميات كبيره، ويتضارب مع الادويه. فديروا بالكم لا تحطون كميه كبيره، عندكم مشاكل بالضغط لا تحطون كميه كبيره، دائما شيء بسيط وتقدرون تستغنون عنه اذا عندكم مشاكل وياه. شريحه واحده كافيه معنا. وني حق النعناع. النعناع وايد يريح المعده، اذا عندك مشاكل بالمعده وايد يسوي لها سودنج ويريحها ويطمنها، وايد زين حق الجسم، يعطي دفى. فالنعناع اذا حطينا منه، طبعا انا احب اني اقطع بيدي ما اقصصها بالسكينه، تكون فائدتها اكثر، حتى الالوان تلقاها تطلع عندي بلوتوث حتى مع الاخضر. فهذا النعناع، حطينا الزنجبيل والكركم. ني حق الشاي الاخضر. الشاي الاخضر المضادات الاكسده فيها حاله حال الشاي الاحمر، ولكن مرتفعه طريقه خفيفه، ما نقدر احصائيا ما نقدر نقول انها ارفع منه، ولكن الشاي الاخضر له فوائد اهم مفيده، وهم ما يعطي، ما احب اني انا احط هالخلطات هذه واحط معها شاي احمر، احب اني احط شاي اخضر. ونخلط وخلها على نار هاديه، يفضل ان الماي ما يغلي، يكون الماي حار ولكن ما يغلي. واخر شيء راح نضيف العسل. ما افضل احط العسل وهو على النار لانه هم يفقد فائدته، دائما راح افضل ان العسل ينحط لما ننقله للكوب، وراح يكون له فائدته افضل بهالطريقه. ننطره لين يستوي. طبعا هالخلطه هذه تقوي المناعه، تقوي المناعه. اذا حسيتوا والله بدايه الانفلونزا تقدرون تحطون معه شويه ليمون، الليمون هم فيتامين سي وهم راح يساعدنا انه يوخر حلقه يعني البلعوم او مشاكل تكون في البلعوم. طبعا بعد ما نقلنا الشاي نحطه في الجلاس، نقلناه وشخلناه. دائما افضل العسل لا تكثرون منه عشان السكريات، نص قفشه كفايه عليه. وما هم اريد اقول ما احب احطه وهو حار وهو على النار يفقد فائدته العسل، فيفضل يكون بهالطريقه هذه. وبهالطريقه خبيته شراب وايد قوي للمناعه، وهم زين للكبد وزين للقولون، ويعطي تنظيف وايد مفيد. وعليكم بالعافية. إذن رجعنا معكم مشاهدينا، ومن التغذية أيضا إلى الصحة بشكل عام. كثير من الأشخاص يعاني من الأمراض المزمنة، وفي حلقتنا اليوم راح نسلط الضوء أكثر على أمراض الكبد، خاصة في هذه الفترة مع ضيفتنا دكتورة عبير الغربلي، استشاري أمراض باطنية وأمراض الكبد وزراعة الكبد. صباح الخير. صباح النور. حياك الله معنا دكتورة، ونورتينا في شاي الضحى. الله يحييكم، ومشكورين على استضافتكم لي في البرنامج. وبنفس الوقت نبي نشكر المشاهدين الكرام اللي يسمحون لنا نطلع عليهم خلال شاشة التلفزيون ونشاركهم أهم شاي ضحاهم. حياك الله دكتورة عبير الغربلي، وإحنا جدا سعيدين في لقائنا معك، وجدا نقول سعيدين بما قدمته وزارة الصحة خلال أزمة كوفيد 19. حابين نسلط الضوء أكثر على دور وزارة الصحة خلال فترة كوفيد 19، وما هو دورها في تقديم نقول الخدمات الصحية للمواطنين. أنتم مثل ما حضراتكم شايفين بالتلفزيون، وسائل الإعلام وسائل التواصل الاجتماعي، جائحة كوفيد أثرت على القطاع الصحي بالعالم كله، مو بس بدولة الكويت. وإحنا عموما كأطباء جهاز هضم وكبد عاملين في مركز ثنيان الغانم، هم كان عندنا ضغط مضاعف، لأن المركز بنفسه تم إيقاف العمل فيه وتحول إلى مركز كورونا. فكل حالات الكورونا حاليا موجودة في أحد المراكز، عدة مراكز منها مركز ثنيان الغانم. فقعدنا نفكر بطرق مبتكرة على أساس نكمل رعايتنا الصحية لمرضانا. صحيح. وبتعاون مع زملائنا في قسم الباطنية طلعنا بحلول نسميها out of the box مبتكرة. فإحنا نفتخر كأطباء كبد كنا من الوحيدين أو القلائل أثناء جائحة الكورونا، سواء بالحظر الكلي أو الحظر الجزئي، كملنا عياداتنا
عيادات الكبد استمرت مع مرضانا، لأن مرضى الكبد مثل ما حضركم عارفين جزء منهم هاي ريسك، عندهم عوامل خطورة مرتفعة مثل مرضى زراعة الكبد، مرضى اللي عندهم بعيد الشر التليف أو أمراض الكبد المناعية. هذيل مرضى ما يتأجلون، هذيل مرضى ما نقدر نقول أوكي بنأجلكم إلى شهرين ثلاث أربع، رعايتهم لازم تظل مستمرة. فكان عندنا عياداتنا ظلت مستمرة خلال الفترة السابقة، نتواصل معهم يا إما بتقنية الزوم، نتواصل معهم حتى لو بالهاتف، نكلمهم نسأل عنهم عن أعراضهم، إذا في أي شيء يستجد، إذا في فحوصات نتابعها معهم، يحتاجون دخول المستشفى، يحتاجون تعديل أدويتهم. لله الحمد إدارة المستشفى متمثلة في قسم الصيدلية أيضا تعاونت مع إدارة الإطفاء العام، فحتى أدويتهم كانت توصلهم لبيتهم. فحاولنا كثر ما نقدر خلال هذه الفترة أن الرعاية الطبية حق مرضى الكبد ما تتأثر قدر المستطاع، وإذا لا سمح الله في قصور هم نستسمح منهم، لكن الظروف اللي إحنا مرينا فيها والدولة مرت فيها كانت شوية تحد من الماكسيم اللي الواحد كان وده يعطيه للمريض. ظروف استثنائية بالكويت صحيح. والعالم، وفعلا كثير من المواعيد اللي حتى تأجلت، لكن مثل ما ذكرت أي دكتورة يعني دوركم فعلا مهم جدا في إنقاذ خلينا نقول الحياة البشرية، لأن فعلا أمراض خلينا نقول المزمنة تحتاج إلى علاج وتحتاج إلى رعاية واهتمام. صراحة فعلا فخورين فيكم كأطباء كويتيين قاعدين تبذلون مجهودكم الشخصي وأيضا تحافظون على الأرواح البشرية، بغض النظر أيضا عن يمكن بعض الأشخاص اللي يقول عندهم زيادة في السمنة. هذا السؤال وايد يعني ودنا نركز عليه دكتورة، في ناس يزيد عندهم الوزن لأسباب متعددة، لكن بالنسبة لمريض الكبد هل إنزيمات الكبد ارتفاعها مثلا لها علاقة بزيادة الوزن؟ هو السؤال ممكن نحوره بطريقة أخرى، هل زيادة الوزن دور في إنزيمات الكبد؟ خلال الفترة السابقة طبعا بالسابق نقول والله الواحد ما يبي يلعب رياضة، الواحد عنده فاست فود، لكن الفترة السابقة مع الحظر الناس ما عندها شيء تسوي، فقاعدين في البيت، فلاحظنا اضطراد في نسبة الوزن، ناس وايد زاد وزنهم خلال الفترة هذه، ناس وايد كانوا وسمان وصاروا وسمان أكثر. ارتفاع الوزن يؤدي إلى ترسب الدهون في الكبد، وهذا بحد ذاته يرفع لنا إنزيمات الكبد. حتى لو ما كان مريض كبد مثلاً ما عنده أي مشاكل، ما كان فيه، لكن زيادة الوزن فوق المعدلات الطبيعية تؤدي إلى ترسبات الدهون وتخلي المريض لا سمح الله يصير عنده دهون الكبد. اللي الناس مستسهل الموضوع، ولكن هو الموضوع أبداً مو سهل. نعم. دكتورة عبير، قبل ما ندخل أنا وزميلتي أسماء في عمق أو في صلب الموضوع، يعني حابة أتكلم عن هذا العضو الذي يعتبر ديتوكس الجسم. هل هناك إشارات تظهر على الجسم قبل معرفتي أن أنا مصابة في التهاب الكبد أو تضخم في الكبد أو أي مشكلة يعاني منها الكبد؟ الكبد نقدر نسميه جوكر. ليش؟ لأن مو مثل والله مريض القلب يقول إيش أنا قلبي يعورني، أنا عندي عوارب صدري. أعراض مرض الكبد تتشابه مع أمراض عديدة وبالعكس. فمثلا ممكن المريض يشتكي من تعب عام، خمول، بعيد الشر لوعة أو ترجيع، انتفاخ في البطن. كل هالأشياء قد تكون لها علاقة بالكبد أو بالعكس. فمثلا إحنا عندنا مريضة تحولتنا قبل فترة إنزيماتها مرتفعة، فإذا في شيء واضح إنه من الكبد، نيجي نشوف المريضة نفحص عليها، أثار الموضوع ما له علاقة إطلاقا بالكبد. المريضة للأسف يعني عندها كان مرض سرطان بالثدي ومتقدم، وما انتبهت لنفسها ووصل لمراحل متقدمة. بالعكس عندنا مريضة قبل أسبوعين تقريبا 17 سنة، البنت وردة ما تشتكي من أي شيء خلال الفترة السابقة، جت بعوار يومين ببطنها. نكشف على البنت، البنت عندها تضخم بالكبد، عندها تليف بالكبد، وعندها انسداد في شرايين الكبد. فأعراض الكبد تتشابه مع عديد من الأمراض، ولكن الخلاصة أن أي واحد يحس بأي أعراض يحتاج يراجع طبيب، على الأقل طبيب المستوصف أو طبيب الباطنية، علشان يبدي مشوار الصحيح في معرفة سبب هذه العوارض. نعم دكتورة، ذكرتي نقطة يعني الواحد يفكر فيها وايد، أنه مجرد أرجع لقصة البنت اللي ذكرتيها حضرتك أنا عوار في البطن، لكن هذا الألم أكيد ما يا بين يوم وليلة. هل في أسباب أدت إلى هذا الموضوع وتفاقم الحالة عند خلينا نقول هذه الطفلة؟ هل مثلا في أمور معينة
ممارسات حياتها اليومية، أكل، سمنة، يعني الصراحة يا بالي وايد كثير من الأمور. خلينا نطلع شوية برا خصوصية المريضة، أهلي ونتكلم عموما عن بعض الممارسات الخاطئة اللي ممكن تسبب في أمراض الكبد. تكلمنا في النقطة السابقة عن مثلا زيادة الوزن. خلينا نتكلم مثلا عن الهبة الحين اللي بين الشباب والشابات اللي هي إبر الجروث. هذه الإبر الشباب والشابات قاعد ياخذونها سواء لتكبير العضلات ورسمها او في منهم ياخذونها علشان تخفيض الوزن. متعارف بين الجميع ان هي ممكن تسبب ضغط وسكر ومشاكل بالشرايين القلب، تاثر على الخصوبه، ولكن تؤثر بدرجه كبيره على ايضا الكبد. ممكن تسوي لك ترسبات دهون بالكبد، ممكن ترفع الانزيمات بدرجه عاليه جدا، تؤدي الى لا سمح الله، وصارت عندنا بالفتره الاخيره فشل كبدي حاد، المريض ضرين دزه زراعه كبد. في ناس يستمرون على هالابر رغم كل هالاشياء وترتفع عندهم الماده الصفراء بالدم، ولون بشرتهم يصير لونه من كثر ما الاصفر متركز يصير لونهم اخضر. فهذه ممارسات يعني ممكن الناس تستسهلها. في شيء ثاني، البنات قاعدين يسوون له موضوع التاتوز. الحين انا قاعد اتكلم فيها من ناحيه طبيه علميه، سواء كان دائم أو سواء كان مؤقت. التاتو عبارة عن إبرة متصلة في حبر، حتى لو تغيرين الإبرة الحبر نفس المستودع ثابت. هذا ممكن يؤدي للإصابة بفيروسات الكبد بي أن سي، يعني ينتقل الفيروس. في ممارسات إحنا قاعد نسويها أو الناس قاعد تسويها تستسلها، ولكن ممكن تخلي الإنسان معرض لأمراض خطيرة في الكبد. سواء إبر جروث، سواء تاتو، سواء أشياء تجميلية. فضرور الحيطة في حياتنا اليومية. دكتورة، معلومة جديدة بصراحة، أنا أول مرة أسمعها منك، أن التاتو قد يسبب التهاب في الكبد. طيب ما في تطعيمات الواحد يقدر يأخذها علشان يتفادى كثير من أمراض يعني الكبد ويحافظ على صحة؟ التطعيمات اللي موجودة حق أمراض الكبد بيسكلي نوعين حاليا اللي موجودين، تطعيم ضد الفيروس بي وضد الفيروس A. سو هيباتيتس بي وهيباتيتس A. بالكويت سنة 90، يعني قبل الغزو وبعد الغزو، كل الأطفال اللي انولدوا صار في جزء من الجدول التطعيم مالهم التطعيم ضد الفيروس بي. وده الفيروس بي ينتقل عن طريق الدم وعن طريق سوائل الجسم. اللي منتشر الحين هو الفيروس A، مع أن تطعيمه موجود وموجود في كل المستشفيات، ينتقل عن طريق الأكل الملوث بخروج الشخص المعد للأكل. هذا الفيروس إذا أصاب إنسان مثلا صاحي ممكن ما يحس في المرض، أو ممكن يصير فيه التهابات حادة خاصة كل ما كبر الإنسان. فتطعيمات الموجودة ضد الفيروسات هي بي and A، ومرضى الكبد عموما إحنا ننصحهم أن سنويا يأخذون تطعيم الإنفلونزا وتطعيم التهاب الرئوي البكتيري. هذه التطعيمات هم احنا نحرص ان مرضى الكبد ياخذونها بطريقه دوريه. توفر لهم يعني كنوع من الحمايه، خصوصا انهم عندهم مرض مزمن. دكتوره، بروح لموضوع الصراحه وايد مهم، لان احنا اليوم نعيش في ازمه كوفيد 19، وكلنا سمعنا عن اللقاح، وفي اشخاص يعني خصوصا من الصفوف الاماميه خذوا اللقاح، وحضرتك ايضا من الصفوف الاماميه وجربتي خذيتي هذه التجربه طبعا بالنسبه لجرعه هذا اللقاح. خلينا نتكلم شويه عن التطعيم وعن الجرعه اللي خذيتيها، وطبعا اكيد ان شاء الله ما في اعراض يعني. انا لله الحمد كملت الجرعه الثانيه، واضافه الى ذلك حتى الوالده والوالده هم تطعموا لحرصي عليهم. احنا ما نقدر نتنبأ بالمستقبل طبعا، لكن احنا عندنا معلومات حاليه ان التطعيم راح يحمينا لفتره على الاقل قصيره المدى. خلينا نحصل على هذا التطعيم. التطعيم السايد افكتس او العوارض اللي الناس يعني يتكلمون عنها ترى تتشابه مع اي تطعيم. انا لما خذيت اول مره صراحه امانه ما حسيت باي شيء. اوكي، اذا ضغطت مكان الابره اي واحد راح يحس بعوار، شيء طبيعي يعني. اكزاكتلي. الابره الثانيه الواحد حس بشويه تعب، كانك قاعد تاخذين تطعيم الانفلونزا، لكن شيء خارج المالوف او خارج التطعيمات العاديه احس ان الموضوع خذ حجم اكبر من يعني الحجم الطبيعي. التطعيم جدا سهل، عمليه التسجيل سهله، الوصول الى المكان والتسهيلات اللي متوفره حق كبار السن
يعني الواحد يمشي ويقول الحمد لله ان الواحد في الكويت. الحمد لله. احنا عايشين في نعمه لازم نحمد ربنا عليها ليل ونهار. الحمد لله. الحمد لله. لذلك دائما دكتوره نقول اخذوا المعلومه من اصحاب الاختصاص او اللي مجرب. بسالفه ان الاقاويل وفلان وفلان دون تجربه اكيد هذا مردوده راح يكون سلبي. ابي اتكلم عن التحاليل. كلش كثر لازم اسوي تحاليل وما هي الفحوصات اللي لازم احرص عليها عشان اشيك على الكبد او على هذا العضو المهم بالجسم. عموما الانسان يحتاج دوريا على الاقل مره بالسنه يسوي فحوصات شامله بسيطه. ويتابع مع دكتور المستوصف اذا في عنده اي مشاكل، وعلى هالاساس يتحول الى مثلا الجهه الصحيحه من الخدمات الطبيه. لكن كمرضى كبد بالذات يحتاجون فحوصات كل 3 أشهر الى 6 أشهر، سواء كانت فحوصات مخبريه للدم، فحوصات بالسونار نتاكد من لا سمح الله الاورام السرطانيه اللي هم للاسف قد يكون معرضين لها، فحوصات لتاكد من الدم من الاورام. واضافه الى هذا في مجموعه من مرضى الكبد اللي هم عندهم مرض كبد متقدم او تليف راح يحتاجون عمليه المنظار باستمرار حسب حالته، كل 6 أشهر، كل 3 أشهر، كل سنه. فهذه بالمجمل الفحوصات اللي ننصح المرضى ان يلتزمون فيها. اذا صار في عطال او تعطيل تاجيل في الفتره السابقه يردون الحين ياخذون مواعيدهم ويستمرون في فحوصاتهم الدوريه. الهدف ان الواحد وقايه، ولكن لا سمح الله كون ان الشيء يتطور او يصير كومبليكيشن او مضاعفات، حلو ان الواحد يمسكها من بدايتها عشان يقدر يتجاوزها ويحلها في البدايه. نعم بالتاكيد. دكتوره طيب بالنسبه ذكرتي الفحوصات وذكرتي ان كل شيء يكون بشكل دوري، العلاج وحده مرات ما يكفي، لان خصوصا اذا كان نظام حياته خطا يعني كعادات غذائيه وغيرها، هل مثلا تلجؤون الى انكم تحولونه الى دكتور تغذيه انه يتابع معاه او اخصائي تغذيه ايضا بالنسبه للغذاء لمرضى الكبد، ولا خلينا نقول ما يحتاج هذا الموضوع؟ كل فئه من امراض الكبد تحتاج برنامج غذائي معين. نعم. فمثلا مرضى اللي عندهم تليف بالكبد نصايحهم الغذائيه راح تختلف عن المريض اللي عنده دهون بالكبد. مرضى اللي عندهم تليف نقول لهم رجاء مثلا الاملاح في الاكل، اللحم الاحمر يقللون منه، يكثرون من الخضره، الفاكهه، المحافظه على الوزن. مريض الدهون الكبد الوصفه الغذائيه مالته تختلف، وكلها تكون بالتعاون مع اطباء او المختصين في التغذيه العلاجيه. نعم. نعم دكتوره، هناك بعض العلاجات اللي ناخذها حق علاج الكبد لكن تاثر على اعضاء اخرى، يعني هذه المقوله دائما نسمعها، هل هذا صحيح ام انه ما راح تاثر؟ مثل انا اخذ علاج كبد لكن راح ياثر على الكلى. هذه المقوله يعني وايد ناس عندها مخاوف خصوصا اللي يعانون من السكر، يعني دائما نشوف اللي عنده سكر عنده انزيمات الكبد. يعني انا اتحكي عن حاله قريبه جدا مني، سكر معناته عندك مشاكل بالكبد، شلون انا اسوي هذا التوازن؟ سكري زين وكبدي زين. اوكي، اول شيء بالنسبه حق مريض السكر وهذا الموضوع وايد شيق، لان احنا بالكويت عندنا نسبه السكر وايد مرتفعه. نعم. اكثر من عالميا هالكلام الحين، اكثر بنص مرضى السكر عندهم دهون في الكبد، فاحتمال الحاله قاعد تتكلمين عنها عندها دهون بالكبد بالاضافه الى مرض السكر. نعم. هل في دواء 100% سيف؟ ما في. أينا. لكن كل الأدوية دائما تكون تحت إشراف طبي. صحيح. في بالورقة مالت الأدوية قانونيا لازم يحطون كلمات معينة، لكن الكلام هو شنو هو نسبة المشاكل ممكن تصير. بالعموم أدوية الكبد جدا أمينة، ما فيها أي مشاكل. الاستثناء الوحيد اللي نحب نركز عليه هو أدوية المناعة. أدوية المناعة مثل البروغراف والسيلسبت وهالأشياء سايكلوسبورين ممكن تأثر على الكلى، فدائما إحنا نتابع مرضانا باستمرار، نعدل الجرعات، في بدائل معينة. ولكن بالعموم دام الموضوع اسمه دواء إذا لازم يكون تحت إشراف طبي. طبعا تحكم بالجرعات، بالسايد افكتس اللي ممكن تصير. الانتباه مو بس حق الأدوية. نعم. المكملات الغذائية، الأعشاب. نعم. في ناس عندهم ثقافة أن دام أن اسمه مو دواء مكمل غذائي أو أعشاب فهو سيف وهو طبيعي. صحيح.
وهذا أكبر خطأ وأكثر حالات تسمم الكبد عندنا إياها من موضوع المكملات الغذائية والأعشاب، سواء والله للتخسيس أو ما إلى ذلك. صحيح. فالخوف مو بس من كلمة دواء، بالعكس أنا عندي دواء وايد أهون لأنه تحت إشراف طبي. الخوف من الأشياء الواحد قاعد بدائل. يأخذها إنه هو طبيعي، لا هو مو طبيعي، حتى إن هذا الطبيعي ممكن يتعب الكبد. فعلا. صحيح، وممكن يتعارض حتى مع الأدوية بالنسبة للشخص اللي يأخذها. طيب دكتورة، نصيحتك الأخيرة للسادة المشاهدين فيما يتعلق بهذا الموضوع والفحوصات الدورية اللي وايد ناس تهملها، يعني تحس إنه هو مو ضروري إلا لما يصير عندي أعراض. المتابعة الدورية روتين تشيك أب شيء وايد مهم، إن أي إنسان سواء صاحي أو لا سمح الله عنده مرض لازم يقوم فيه. الإنسان الناس اللي عندهم أي أمراض صحية لازم يظلون يتابعون مع مقدم الرعاية الصحية له، سواء كان دكتور عام أو دكتور مختص، وبناء على الفحوصات حسب الحالة اللي عندنا إياها. لكن إحنا الحين في موضوع الكوفيد ضروري جدا ضروري جدا الالتزام في موضوع العناية الصحية والشخصية، من ناحية غسل اليدين هذا وايد مهم، التباعد الاجتماعي، موضوع الكمام. وجود الكمام يحمي الناس، مو مجرد دعاية. التطعيم، هذه الأشياء ضروري الناس تلتزم فيها في الوقت الحالي، بالإضافة للأشياء اللي المفروض من الأول الواحد يسويها، لكن في الوقت الحالي. ودائما أنا نصيحتي للناس لا تفكر بس بنفسك، أنت عندك ناس برقبتك، أمك، أبوك، عيالك، إخوانك، بالغلط أنت تكون صاحي ما يجيلك العدوى وما تحس فيها، بس تعدي واحد هذا الواحد يموت بسببك. فلما الواحد يقول مسؤولية مجتمعية، هي مو كلمة سهلة. أنت دام أنت قاعد في مجتمع قاعد تتعامل مع الناس، لا تفكر بس بصحتك، فكر بالناس اللي ممكن أنت تتعبهم وتأذيهم من غير ما أنت تحس لها شعوريا. نعم صح كلامك. دكتورة عبير شكرا لك، حوار مثمر ونصائح ذهبية فعلا اليوم حصلنا عليها من خلالك، وحياك الله في برنامجنا. مشكورين على الاستضافة. شكرا. حياك الله. مشاهدينا، طريق النجاح أكيد مو سهل، في نقول نتحمل صعوبات وفي إصرار عشان نحافظ على النهاية اللي وصلنا لها. كل هذا راح تجاوبنا عليه الدكتورة نادية الخالدي، كيف أحافظ على البدايات القوية. هي استشارة نفسية وكاتبة روائية، خلال الفقرة المقبلة. أحياناً نبحث عن السعادة في الخارج، وكثير من الأحيان إحنا نسافر ونعتقد أن السفر هو السعادة، ولكن نتجاهل أن السفر هو أن إحنا نسافر لمكان جديد مع شخصياتنا القديمة. لذلك إذا بتعدل شخصيتك وبتضبط حياتك الداخلية، لازم تعرف أن السفر الحقيقي هو السفر لأعماقك، لذاتك، لنفسك الحقيقية. عد لذاتك فتجد نفسك من جديد. صباح الخير. داخل كل واحد فينا ثلاث شخصيات دائما موجودين في حياته، اللي هو شخصية الطفل وشخصية البالغ وشخصية الأب. حسب النظرية التفاعلية لبيرن، تقول إن الناس في تفاعلاتهم دائما يتفاعلون فيها ثلاث شخصيات. فأغلب المشاكل اللي تصير بيننا هي إن إحنا ما نعرف إن الشخص اللي قدامنا هو في أي حالة من حالات الأنا. هل أنت لما كنت تسولف مع هذا الشخص كان طفل عصبي، أي شيء يخليه يعصب، أي شيء يخليه ينفعل ودائما يبي يحصل على الحاجة اللي هو يبيها بسرعة، ودائما يقتنع عن طريق اللعب والوناسة. لكن لما يكون هو طفل ما تقدر أنت تسولف معه كأب أو أنك تصدر عليه الأوامر، لأنه هو يبيك أن أنت تتجاوب معه في حالة الأنا فيها. بعطيكم مثال وايد حلو وايد بسيط يعبر لنا عن كيف أن إحنا نقدر نتفاعل مع الثلاث حالات ونعرف أن أنت في أي حالة وكيف أنت عامل معك إذا كنت أنت في الحالة الصح. مثلا دخلتي على زوجك، زوجك قاعد يدندن
وقاعد يغني أغنية معينة، الصح إنك أنت تبدين تغنين معاه هذه الأغنية لأنه هو في هذه اللحظة هو أنا الطفل، ولكن لما يكون زوجك قاعد يسولف عن موضوع جدي وإن الموضوع هذا يحتاج رأي ويحتاج حالة جدية، فهو في هذه الحالة هو في أنا البالغ، يبي إن أنت تعطينا أدلة وهو يعطيك أدلة أيضا. إذا حوار مليء بالأدلة ومليء بالحوار المنطقي، ولكن لما يكون هو زوجك يعطيك أوامر وقاعد يمشي بأسلوب الأمر وأسلوب الفرض، عرفي إنه هو في حالة أنا الأب، يبي أوامر ويبي إطاعة. مهما اختلفتي أنتي مع الأمر في هذه اللحظة وفي هذه الأنا، دائما عطي الطاعة في هذاك الموقف، ثم بعد ذلك إذا انتقل إلى أنا أخرى ولازم ينتقل لها، ابدي أنتي في الوصول إلى الهدف اللي أنتي تبينه، ولكن خارج نقطة الأنا أو الحالة اللي هو فيها. لما يكون الأب عطي الطاعة، لما يكون طفل استمتعي معاه وعيشي البهجة، ولما يكون بالغ يحتاج دائما حوار عقلاني إن إحنا نتحاور معه. هذا المثال ينطبق على كل الناس اللي موجودين في الحياة، كل الناس اللي موجودين في الحياة يسولفون في حالة إن أهما عايشينها وأهما قاعدين فيها، فلما إحنا ما نفهم بعض هذا دليل إن إحنا ما نعرف بعض في أي حالة. فمن اليوم قرر إنك تفهم الشخص اللي قدامك في أي حالة من حالات الأنا، هل هو في حالة البهجة مالت الأطفال وحالة اللامسؤولية، أو في حالة المسؤولية والاتزان عند البالغين، أو حالة الأوامر ويحتاجون دائما الإطاعة كما حالة الآباء والمسؤولين عنا. لما تفهمون حالات الناس راح تعرفون تتفاعلون معهم. إذا من اليوم انتبهوا في تعاملاتكم مع الآخرين، لما تعرف هو بأي حالة تعرف كيف تتعامل معه. كامل تحياتي لكم ويوم سعيد بإذن الله. برنامج الحساب الذهني المطور هو البرنامج الوحيد في الكويت المعتمد الذي يعمل على تهيئة نقول أجيال جديدة. لكن مشاهدينا أكيد راح نعرف هذا البرنامج راح يخلينا نحفظ جدول الضرب بسهولة، أم هو برنامج له خصائص أخرى؟ كل هذا مع ضيفتنا اليوم فاطمة الرويح. حياك الله يا فاطمة في برنامج شاي طحة. الله يحييك، شكرا للاستضافة حبيبتي. حياك يعطيك ألف عافية. وحلو أن احنا دائما نتكلم عن الأمور اللي فيها تنمية مهارات وقدرات بالنسبة للأطفال، لكن اليوم خلينا في البداية قبل لا ندخل في تفاصيل كثيرة أيضا نتكلم عن مركزكم، مركز الرويح للحسابات الذهنية. خلينا نتكلم أكثر ونفسر للسادة المشاهدين. بالحقيقة احنا مركزنا يعتبر مركز تربوي، في جانب تعليمي وفي جانب تنموي وتدريب للقدرات العقلية للطالب. نعم. وفي جزء من أنشطته موجهة لأولياء الأمور، نستهدف فيه فئات عمرية معينة اللي هي من عمر 3 سنوات إلى 15 سنة. نعم. أستاذة فاطمة، الهدف من هذا المركز؟ مثل ما قلت لك هو مركز تربوي، فالهدف الأساسي هو تربوي، لكن احنا مركزين اكثر ان احنا نحاول ان نخلق جيل عبقري واعي. لما اقول جيل عبقري واعي يعني احنا نبي نزيد عندهم مهارات التفكير، مهارات الابداع، نخليهم يعتمدون اكثر على نفسهم، شلون يحلون مشاكلهم، شلون يندمجون مع المجتمع. نعم. وكونك استاذه كمستشار تربوي، يمكن انا بتكلم اكثر عن جائحه كوفيد 19، يعني في بعض السلوكيات والامور اللي طرت على الاطفال بسبب الجائحه ووجودهم في البيت وغيرها من الامور، لكن شنو هي اغلب المشاكل التربويه اللي لاحظتيها على الاطفال؟ شوفي بالحقيقه طبعا هي اللي صار الحين مو بس اطفال، هو قاعد يحوش كل المجتمع. طبعا اكثر المشاكل اللي قاعد تجي لنا واكثر الاستشارات اللي قاعد تتوجه لنا هي المشاكل السلوكيه لدى الاطفال، مثل مشكله العناد، الغضب. يعني انت لما تقولين حاطه طفل في بيت وحاكرته ما قاعد يتحرك، ما قاعد يتنفس، وخاصه حتى الام قاعد يكون عليها ضغط، فتشوفين الطفل شلون بيعبر عن اللي فيه، فهو راح يكون دائما غضبان، دائما منفعل، راح يضطر انه يعاند امه. طبعا هو يعني ما وده يعاند، يمكن او احنا نقول هو العناد هو سلوك هو
ما يقصد فيه العناد، لكن راح يضطر يسوي هالشيء عشان هو مو عارف شلون يعبر عن اللي داخله. هل هو نوع من التعبير يعني بالنسبه للاطفال الحاله اللي يعيشها يعني؟ طبعا شوفي احنا دائما نقول ان العناد، احنا يعني دائما نقول لما تجي لي ام تقول لي ولدي عاند، انا يعني صراحه اقول دائما ان في عنيد اكبر. الطفل ما يعاند، اذا انت كنت تعاندينه هو بيعاندك، لكن هو انت شلون تصرفتي معه خلال هذه الازمه، شلون خليتي نفس عن غضبه، شلون خليتي يعبر عن اللي فيه، خاصه انهم يسمعون يسمعون، بس مو دائما اولياء الامور مو كلهم راح يعني يوجهون الطفل او يقولون له او يشرحون له شنو قاعد يصير، واحنا ننصح دائما بالحوار مع الابناء. نعم استاذه فاطمه، يمكن في بدايه مقدمتي قلت هل يغني الحساب الذهني المطور عن اليه حفظ جدول الضرب مثل ما تعودنا عليه سابقا؟ شوفي انا حقيقه بقول لك شيء، يعني هو دائما الاتصالات لما تجينا عشان تسجيل بالحساب الذهني دائما اولياء الامور اول سؤال يسالونه لي يا حفظ جدول الضرب، اول سؤال معضله. اي فاحنا عندنا حقيقه الجدول الضرب هو عندنا مشكله كبيره بالفعل، لانه قاعد يعتمدون فيه على الحفظ يعني بالمدارس ان النسخ النسخ النسخ، وهذه مو طريقه يعني صالحه اصلا للطفل. البرنامج ما يحفظ جدول الضرب من البدايه، لانه هو اساسا خل اقول لك اول شنو هو البرنامج الحساب الذهني. برنامج الحساب الذهني هو برنامج عالمي موجود في اغلب دول العالم، وتقام فيه مسابقات سنويه. شنو الحساب الذهني؟ شنو اللي يسويه حق الطالب؟ هو يحفز العقل، نحن نستخدم فيه تدريب اجزاء من العقل عشان الطالب يتطور عقليا وذهنيا. فاليوم لما انت تدخلينا تقولين لي رياضيات، هو مو رياضيات، هو يستخدم فيه العمليات الحسابيه والارقام الحسابيه، وبالتالي يستطيع الطالب انه يحل اي مساله بطريقه مجرده. لما نقول مجرده شنو يعني مجرده؟ يعني بدون قلم بدون ورقه بدون اله حاسبه. فهذا الاساس. لكن بعدين مع المستويات لما نتطور فيها ندش على الضرب، لكن مو قبل المستوى الرابع. نعم ومع التعليم الاونلاين وعدم تواجد الطلبه في المدارس، اعتقد ان في كثير من المشاكل صارت مع الطلبه الحين في هذا الوقت، لان يمكن حتى وجودهم قبل بكلاسات حتى كانوا يحتاجون الى مجهود كبير، فما بالك اذا كان عن طريق التعليم اونلاين. بالنسبه لكم يعني هل في تعليم اونلاين الحين للحساب الذهني، دورات معينه، حصص معينه للطلبه ان خلينا نقول يقدرون انهم يتغلبون على هالمرحله هذه؟ شوفوا احنا بالحقيقه اول ما بدت مشكله كورونا حالنا حال الكل توقفنا، لان احنا ما ندري هي لوين او شنو الوضع. صحيح اخذنا ممكن اتوقع يعني اللي اذكره اسبوعين الى شهر كان الوضع واقف، لكن بعدين بدينا نتواصل مع اولياء الامور، بدينا ندز تمارين للطلاب. طبعا هي مو يعني مو مثلا اشتراك او شيء، لا هي خدمه قدمناها. تواصلنا مع طلبتنا، حاولنا كثر ما نقدر انه ما يوقف، لان البرنامج يعتمد على العقل، فانت لما تجين توقفينا راح كنك نسفتي كل الشغل اللي سويتيه قبل. فكنا احنا نحرص ان احنا نتواصل معاهم، وبعدين بلشنا بالاونلاين. نعم استاذ فاطمة، طيب هذا البرنامج يخدم جميع الاطفال يعني نقول ذوي الاحتياجات الخاصه لهم نصيب ايضا في هذا البرنامج؟ شوفي بالحقيقة وايد يسألوننا عن البرنامج، مثلا هل هو للطالب المتعثر دراسيا أو هو للمتفوق، هل هو للحالات الخاصة ولا للكل؟ الحقيقة هو البرنامج يخدم الجميع، يعني سواء كان الطالب متفوق أو متعثر دراسيا يخدمه هذا البرنامج. أيضا البرنامج يساعد على جميع الطلبة حتى اللي فيهم الاحتياجات الخاصة مثلا أو الهايبر أكتيف أو التوحد، يساعدهم. المستثنى الوحيد من هذا البرنامج اللي ما يخدمه اللي هم الطلبة اللي فيهم الإعاقة الذهنية فقط، هم فقط الإعاقة الذهنية اللي شوية ما يساعدهم هذا البرنامج، أما الباقي فممكن يلتحقون فيه. نعم طيب بالنسبة لكل شريحة مختلفة عن الثانية بالنسبة للأطفال وقدراتهم، الحصص اللي تقدمونها للأطفال هل مقسمينهم إلى فئات معينة؟ وشون طريقتهم يعني شون تشرحون لهم أو مثلا تبسطون لهم هالمعلومات يقدرون أن يستقبلونها، خصوصا ذكرتي أيضا حتى مرضى التوحد؟ أي نعم،
شوفي هو بالحقيقة البرنامج أول ما يجون يسجلون الطلبة إحنا نقسمه إلى فئتين. نعم. فئة تبدأ من سن 4 سنوات والفئة الثانية من 6 سنوات. شلون نحددهم؟ عن طريق اختبار. أول ما يجينا الطالب نشوف شنو مستواه. إذا كان ما يعرف الأرقام بالكامل ولا يعرف العمليات الحسابية خاصة عمر 4 سنين لا منهج خاص. أما إذا كان شوي متمكن يكون مثلا عارف الأرقام قراءة وكتابة بالإنجليزي لأمية وعارف العمليات الحسابية هني يدش على منهج اللي فيه 6 سنوات. نعم. استاذة فاطمة اللي بنتكلم نقول على الأنشطة اللي قدمتوها خلال نقول ما قبل كورونا وماذا أضافت لكم أو ما هي الأفكار اللي تولدت عندكم في خلال فترة كورونا؟ شوف خصوصا بالحظر يعني الحظر كلنا أبدعنا. إيه صراحة إيه بالحقيقة إحنا قبل كورونا كان عندنا نشاط على مدار العام يعني ما كان عندنا مثلا بالمواسم لا إحنا كنا نسوي على طول دورات تدريبية كنا متخصصين فيها كنا نقيم ورش كنا طبعا كنا وايد حريصين على جانب المتعة لأن عشان إحنا ما نبي الطالب يمل. صحيح. أيضا كان عندنا رحلات للطلبة خارجية وخلال كورونا طبعا قلت لك أول شيء إحنا كنا موقفين بس بلشنا طبعا عن طريق حساباتنا بالسوشيال ميديا بلشنا نسوي لهم أشياء ننزل مواضيع وأقمنا مسابقة لحفظ أسماء الله الحسنى وشاركوا فيها معنا طلبة وما شاء الله أحفظوا وفي تسجيل حتى عندنا لهم بالإنستغرام وحتى إن شاء الله في تكريم لهم يعني بس إحنا مأجلينه إلى ما بعد لما تستقر الأوضاع إن شاء الله بإذن الله تعالى. خصوصاً قاعد تقدمون شيء وايد مفيد حق المجتمع جداً مهم التعليم يعني وإن ما يوقف والحمد لله عندنا أيضاً الطلبة قاعد يكملون دراستهم المراكز التعليمية اللي تهم الطلبة وتقويهم حتى ذهنياً خصوصاً بالنسبة للعمليات الحسابية. طيب أنا ودي أرجع لموضوع ذكرتي حضرتك أستاذة أن من عمر 4 سنين تقبلون الأطفال عندكم حسب المستويات لكن إذا جاكم طفل في عمر 15-14 سنة هني هو خلاص يعني مر كثير من المراحل هل ممكن ينضم للبرنامج ويأخذ الاستفادة مثل الطفل أول ما يدخل عندكم ويكمل وياكم؟ لا شوفي هو معروف دائما أن أنت كل ما تدخلين الطفل مبكر في هذه الأشياء هو استفادته تكون أكثر وأكبر من الطفل الآخر. يعني مثلا إحنا جينا اليوم ولي أمر عنده طفلين 4 سنين و6 سنين طبعا الفائدة اللي يأخذها ب4 سنين أفضل من 6 سنين. بالنسبة للأعمار اللي ذكرتها اللي هي 14 و15 في أعمار تجينا بهالعمر بس إحنا يعني غالبا الحين وحتى عيالنا والجيل الحالي ما يلج أكثر من 15 والبرنامج أساسا مخصص إلى 15 سنة. نعم. ففي 14 وفي 13 بس هو طبعا هني هذا العمر أنت ما قد تحكمين فيه حتى كولية أمر هو على حسب رغبته. فإحنا أول ما إحنا نشرح له البرنامج نحفزه نقول له شنو يفيده خاصة بالمدرسة طبعا يعني الشيء اللي مو وايد يعرفونه إن من أهم فوائد البرنامج إنه هو يخزن بالذاكرة طويلة المدى. فالطالب لما يجي إحنا لما نقول له إن أنت ما راح تدرس وايد حق الامتحان أنت مثلاً لما يجي مثلاً ولدك أنت تقعدين معاه عشان مثلاً تحفظينه قصيدة مثلاً خلينا نقول أنت تكررينها لا 20 مرة عشان صح يحفظها. صح. لكن لما يكون طالب حساب ذهني ما راح يقعد أكثر من 3 مرات معك يقرأها أو يرددها. هذا أهم شيء. فهذا يعني وايد يساعد يعني إحنا نقول يعني أنا أعتبر البرنامج يعني الحساب الذهني يعني حقيقة مو إن في ناس ما تصدقه بس هو فعلا مثل السحر يعني نتيجته مثل السحر على الطالب. نعم يعني يساعد في سرعة الحفظ مثل ما تفضلت أستاذة فاطمة. طيب كيف أحدد المستوى؟ يعني الذكاء والفطنة يلعب دور أيضا في تحديد المستوى للطلاب؟ شوف العمر تكتفون بالعمر. شوف هاي احنا خلينا نكون واقعيين احنا ندري مثلا انت الحين مثلا ولدك ولد اختك اثنينهم نفس العمر لكن اكيد في واحد مستوى ذكاء يختلف عن الاخر. فاحنا ما نقدر نقول ان كل الطلبه نفس المستوى الذكاء او نفس المهاره يعني في واحد يلقط المعلومه بسرعه في واحد لا عنده صعوبه في واحد بصري في واحد سمعي فيعني يختلف هذه القدرات من طفل لاخر. بالنسبة لنا إحنا لما يجي نحدد ونعرف لكن إحنا ما نقدر نقسمهم على قدراتهم إحنا نحدد على هو شنو إمكانيته في معرفة الأرقام وقلنا نحدد من 4 سنين وبروح و6 سنين وبروح. وطبعا في أطفال يقولنا اللي هم أعمارهم أقل مثلا في 2 سنين و1.5 سنة في 3 يعني أولياء الأمور لما يسمعون على البرنامج يتحفزون فودهم أن أطفالهم يدشون
فبهالحالة احنا شو نسوي؟ ندخلهم في برنامج ما قبل الحساب الذهني، اللي هو احنا نأسسهم، احنا نعلمهم الأرقام، احنا نعطيهم فكرة المعداد الصيني ونساعدهم على تطويرها، وبعدين يدشون الحساب الذهني. نعم أكيد، وراح يستفيد أكثر خصوصا لما يكون طفل صغير ويكون خلينا نقول مهيئ لكثير من الأمور، العمليات الحسابية طبعا بطريقتكم. احنا يعني حتى لو الواحد حاول انه في البيت يعلم الأطفال، بعض الأمور تحتاج إلى خبراء، يعني تحت إشراف خبراء انهم عندهم المعلومات الكافية. طيب بالنسبة لكم للمرحلة المقبلة إن شاء الله، هنا نعرف ان كثير من الأمور تحتاج إلى ممارسة دائمة، شلون تعاملكم مع الطلبة؟ هل لغاية الآن مستمرين معهم في خلينا نقول التمارين علشان ما ينسون اللي خذوه ويكونون مكملين معاكم ايضا؟ شوفي احنا اغلب الطلبه اللي عندنا يعني ما شاء الله احنا صار لنا سنين مو تونا، فاولياء الامور خلينا نقول احنا يعني صارت عشره معاهم، لان الطالب عشان يخلص من المراحل الحساب الذهني اللي هي 10 مراحل يحتاج يقعد عندنا 3.5 سنين، فهم صار لهم خلينا نقول عمر معنا. فبالتالي اولياء الامور اساسا هم كانوا جدا حريصين، يعني من بدت يعني ازمه كورونا فعلا انه صار اول اسبوعين الناس خايفه ومخترعه ومو عارفه ايش الوضع، لكن بعدين بدت تبلش مع عندنا الاتصالات متى نبدي وشلون نبدي، ولله الحمد استمرينا يعني الى الان احنا مستمرين في البرنامج وعندنا اعداد جديده دشت، يعني الامور طيبه. نعم استاذه فاطمه عبد الله رويح، مستشار تربوي ومدرب معتمد في مهارات الاطفال ومديره مركز الحساب الذهني، حياك الله وفرصه سعيده التقينا فيك اليوم. شكرا لك. انا اللي الشرف لك فيكم. يعطيك الف عافيه. ننتقل معكم مشاهدينا الى موضوعنا القادم. كل شيء في الحياه يحتاج الى تحديات وبعض العقبات اللي نواجهها، لكن بوجود الاراده بالتاكيد ممكن نتغلب على كثير من العقبات. فقرتنا القادمة مع الزميلة هدي المسيلم، إدارة تابعوها. صباح الخير مشاهدينا وحياكم الله صباح الطاقة الإيجابية من خلال فقرة إرادة اللي نتكلم فيها عن ذوي الإعاقة ومواهبهم المتميزة. اليوم رح نتكلم عن خالد النجادة من ذوي الإعاقة، عمره 34 سنة ويعاني من إعاقة ذهنية. فعلى الرغم من أنه يعاني هذه الإعاقة لكن إنجازاته في المجال التطوعي متميزة جداً. هو أيضا يعشق الحداق ولكن تميز في المجال التطوعي بالذات من خلال دعمه لزملاء من ذوي الإعاقة والتطوع في عدة مجالات ومستشفيات علشان يوصل رسالة أن ذوي الإعاقة يقدرون. يؤمن خالد النجادة بأهمية دمج ذوي الإعاقة في المجتمع ومعاملتهم بشكل طبيعي كأي فرد من المجتمع، وهذا الشيء هو اللي عطاه الدافع انه هو يتطوع علشان يندمج في هذا المجتمع ويتعرف على اكبر شريحه من المجتمع ويمثل ذوي الاعاقه. لكن في وقت فراغه يحب انه هو يسوي جدول يلتزم فيه ويروح الحداق ويقضي اغلب وقته مع ربعه وهله، وخصوصا مع دعم اهله وتثقيفه له بناحية ذوي الإعاقة ودورهم في المجتمع وشنو يقدر يسوي علشان يمثلهم بأحسن صورة. حاز على عدة جوائز في رياضة المشي من خلال مشاركاته العديدة في أكثر من ماراثون، ولكن من خلال أزمة كورونا توقف الكثير من الأنشطة اللي هو كان يحبها، لكن أيضا استغل أزمة كورونا في أنه ينمي الجانب الرياضي من داخل البيت، وأيضا يطلع على البرامج التلفزيونية اللي تفيده والثقفة عن ذوي الإعاقة وشلون أنه يقدر يمثلهم. شارك في عدة مؤتمرات داخل وخارج الكويت تخص شؤون ذوي الإعاقة وأمورهم. في الختام بالتأكيد نحب نوجه تحية لخالد النجادة اللي سطع نوره في مجال التطوعي لذوي الإعاقة وأيضا الدفاع عنهم وعن الشؤون اللي تخصهم. نوجه له تحية ونشكركم على حسن متابعتنا من خلال هذه الفقرة. مع السلامة. وبكذي مشاهدينا وصلنا معكم لختام حلقتنا اليوم، لكن بما انها عطله نهايه اسبوع هذه دعوه من خلال برنامج شايطه حنقول لكم التزموا في الاشتراطات الصحيه، لكن هذا ما يمنع ان احنا نستمتع في كل دقيقه خصوصا مع اجواءنا التي عادت الى الدفا مره ثانيه. ومشكور اسماء ويعطيك العافيه واجازه سعيده ان شاء الله. يعطيك العافيه، افتخار، ونشكر كل الساده المشاهدين على المتابعه. بكذي نكون وصلنا معكم للختام، نقول لكم مع السلامه.